برضه من نجوم النادي الاهلي وبلدياتك، مش عارف تعرفه من الصوت ولا لا، بس ممكن تقول الو كده تاخد الو، تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد، ايه سيد حمدي معاك يا كابتن على طول بقى عشان ايه. سيد ابو السيد، كابتن سيد ازيك؟ حمدي اهلا بيك. عامل ايه كابتن سيد حمدي حبيبي؟ يبارك يا لك. سيد، يا سيد، نعم. لو راجل يعمل اعمل لي فيديو من الفيوم يا سيد. انت بتروح الفيوم كتير ولا لا يا كابتن سيد؟ اعمل لي فيديو من الفيوم في السي. اثبت ان انت في الفيوم. اتفضل يا سيد، اتفضل. اهلا بيك كابتن الف سيد. مبروك طبعا، تحياتي ليك يا استاذ احمد، والف مبروك اهلا بيك. وكل جماهير النادي الاهلي طبعا بقول لهم الف مبروك، ودوري مخصوص يعني بنسميه زمالك كابتن سيد من شويه، اللي مؤمن طبعا ان ربنا يشفيه يا رب ويرجعه طبعا بالسلامه يا رب. ببارك لك طبعا يا كابتن سيد، يعني الراجل اللي قدامك ده يا استاذ احمد يعني حقيقي الحقيقه المستوى الشخصي انا بحبه، مش عشان احنا من بلديات لا، عشان هو فعلا يستحق المكان اللي فيها كلاعب كمدير كوره في النادي الاهلي. استفدت منه كتير، كان قدامه على طول لما كنا بنقعد مع بعض كان يقول لي يعني النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي، يعني لا يمكن، كان بيجي على 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 يعني عارف حدود اللعيب ايه وحدود النادي ايه، لكن دايما كان حاطط صوره الكيان في هي الاساس، ولكن ليه كان لا يمكن يجي على 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 حقوقك، لكن كان لا يمكن برضه ينسى حقوق النادي. اشتغلنا مع بعض 3 سنين، شفت احترام، كنا بنقعد نهزر ونضحك وكل حاجه، وكان بنتكلم في كل حاجه، لكن ما كانش بينسى خالص ابدا شغله، قد ايه هو عارف بيعمل ايه، كان بيحل اي مشكله بهدوء، يعني ما كانش بصراحه، يعني انا اشتغلت مع كذا حد لكن كابتن سيد كمدير كوره كان بيتعامل بهدوء، يقعد معاك يشوف ايه المشكله، لا يمكن كان يسمع خبر مثلا اتكتب او قال، انا بسمع الحلقه طبعا مش عشان هو قال كده، لكن فعلا كان بيتعامل بناء على كده، ان هو قد ايه قراراته هو قناعته الشخصيه، عارف ان اللعيب ده لعيب في النادي الاهلي يقدر يحل المشكله، ما بيسمعش اي حاجه خارجيه خالص. فصراحه يعني يستحق المكان، وبقول له الف مبروك، وسعيد ان انا دخلت مكالمه، يعني بالنسبه لي حاجه شخصيه، يعني حبيبي ابو سعيد انا دخلت ان انا كلمتك يعني كابتن سيد. حبيبي ابو سيد، واحنا اسعد دايما بسماع صوتك كابتن سيد. حبيبي يا استاذ احمد، وللمره الثانيه ببارك للنادي الاهلي وجمهوره، ويا رب ان شاء الله بقى يا كابتن سيد نحتفل ان شاء الله بالبطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله يا كابتن سيد. يا رب ابو سيد ان شاء الله الرحمن. حبيبي شكرا جزيلا كابتن سيد حمدي، نجم من نجوم النادي الاهلي طبعا.